في دعوة لتضافر جميع الجهود من أجل الحد من حوادث الطرق وما ينجم عنها من خسائر جسيمة في الأرواح، انطلقت صباح اليوم فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد في نسخته 33. ومع بداية انطلاق الفعاليات أقيمت المراسم الخاصة برفع أعلام الدول المشاركة من دول مجلس التعاون الخليجي. تحت شعار حياتك أمانة، انطلقت صباح اليوم فعالية أسبوع المرور الخليجي 33، وأقيم حفل الافتتاح برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، وبمشاركة وفود دول مجلس التعاون وقيادات الإدارة العامة للمرور. اليوم أول يوم افتتاح أسبوع المرور الخليجي الموحد في جميع دول مجلس التعاون تحت شعار حياتك أمانة. حقيقة احنا في جميع دول مجلس التعاون احنا نخاطب قائد المركبة، لأن اليوم قائد المركبة هو المسؤول عن سلامته أو مسؤول عن الطريق، لأن فعلا احنا قاعد نشوف الحوادث، أغلب الحوادث اللي قاعد تحصل في جميع دول مجلس التعاون هي سببها عدم الانتباه، سببها قائد المركبة. اليوم يا أخوان من السهل أنك أنت تحافظ على حياتك، ومن السهل اليوم أنت تفقد على حياتك. وبدأ أسبوع المرور الخليجي الموحد هذا العام بتوزيع الدوريات على تقاطعات الدائري الأول، حيث تم توزيع الوسائل التوعوية على قائد المركبات من المواطنين والمقيمين، وتستمر فعالياته حتى 18 من الشهر الجاري. طبعا بالحقيقة قواعد المرور متقاربة جدا في جميع دول الخليج ولم تكن في جميع دول العالم، فكذلك أسبوع المرور الخليجي الموحد يسعى إلى توحيد أو التقارب ما بين القوانين اللي معمولة في جميع الدول، سواء في السعودية أو بالكويت أو بحرين أو قطر أو الإمارات أو عمان، وتوحيد المخالفات، توحيد القواعد، توحيد العلامات أو السلامات، لوحات السلامة المرورية. واجبنا أن نوعي الناس بربط الحزام وتوقع أخطاء الآخرين، ولازم الواحد يلتزم بالقوانين والأنظمة وقوانين المرور وقواعد المرور. وبدورها أعدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنية حملة إعلامية متكاملة لمواكبة هذا الأسبوع من خلال عمل فلاشات تلفزيونية وإذاعية ومقروءة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى توزيع البروشورات والبوسترات التوعوية الخاصة بهذه الفعالية السنوية.